دشنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد 4 خدمات جديدة للدفع الإلكتروني والمقدمة عبر تطبيق جسر للجانبين البحريني والسعودي. نعم، وذلك من خلال استخدام بوابات إلكترونية متكاملة وتلقائية التشغيل تمنح المسافرين القدرة على الدفع وعبور بوابات الرسوم في الجانبين بسهولة دون الحاجة إلى التوقف للسداد النقدي. خدمات إلكترونية جديدة دشنت من قبل المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لتسهيل عبور مستخدمي الجسر سواء من الجانب البحريني أو الجانب السعودي، وذلك في سبيل ضمان سهولة التنقل وتقليل الوقت من خلال استخدام هذه الخدمات الإلكترونية، وذلك لضمان تجربة مميزة للمسافرين عبر الجسر. هذه الخدمات الإلكترونية تمثلت في 4 خدمات يستفيد منها المسافر قبل الوصول إلى نقاط دفع الرسوم عبر الجانبين، وذلك من خلال استخدام التطبيق الخاص بجسر الملك فهد والمسمى بجسر. يتم تفعيل هذه الخدمات من داخل التطبيق بكل سهولة ويسر. الخدمات الإلكترونية 4 جاءت من قبل المؤسسة العامة لجسر الملك فهد من أجل تقديم أفضل الخدمات لتوفير تجربة سفر مميزة للمسافرين، حيث من الممكن أن يستفيد المسافر من الخدمات التالية. الخدمة الأولى سميت بخدمة برق، وهي خدمة تمكن المسافر من تسجيل بيانات السيارة وإجراء عملية الدفع عبر تطبيق جسر قبل الوصول للبوابة، وعند وصوله للبوابة يتم التعرف تلقائياً على لوحة السيارة وتسمح له البوابة بالعبور مباشرة. أما الخدمة الثانية وهي خدمة تسهيل، حيث يمكن لمستخدم الجسر الاشتراك عن طريق مركز خدمة العملاء والحصول على باركود يلصق على زجاج السيارة الأمامي وتسمح له البوابة بالعبور مباشرة. الخدمة الثالثة وهي خدمة الرمز السريع، يتم تفعيلها عن طريق التطبيق وشحنها عبر المحفظة الرقمية، ويحصل المسافر على باركود، وعند الوصول للبوابة يسمح له بالعبور بعد التعرف على الباركود من التطبيق. أما الخدمة الرابعة والأخيرة وهي خدمة يسر، والتي تقدم للمسافر مرة واحدة يقوم من خلالها بدفع الرسوم والحصول على باركود العبور دون الحاجة للتسجيل في التطبيق. في إطار مواكبة التطورات الحديثة، تسعى المؤسسة العامة لجسر الملك فهد من خلال إطلاق هذه الخدمات الجديدة إلى تسهيل عبور المسافرين، وذلك بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتقديم هذه الخدمات بأقصى جودة للمسافرين عبر الجسر. خالد العون لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.